تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة للتباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول جهود التعاون بين مصر والمنظمة الدولية بشأن حماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من خلال الآلية المتفق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث ثمن غوتيريش الدور الجوهري لمصر مشيدا بالالتزام المصري الراسخ بالعمل الإيجابي نحو السلام والاستقرار. كما أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر للمواقف المتوازنة للسكرتير العام وكذلك لدور الأمم المتحدة على المستويين السياسي والإنساني. تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، حيث تبادل الزعيمان وجهات النظر حول مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وشدد الرئيس السيسي على استمرار مصر في مسعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه وقف النار، محذرا من التداعيات الخطيرة إنسانيا وأمنيا للهجوم البري على قطاع غزة، ومؤكدا ضرورة العمل الدولي الموحد لإيجاد حل فوري على المستوى الدبلوماسي يتضمن إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، مؤكدا استعداد الدولة لتقديم كافة سبل الدعم لتوطين الصناعة في مصر. كما شدد الرئيس السيسي على أن مصر دولة ذات السيادة وقادرة على حماية أمنها القومي بفضل وعي شعبها وقوة جيشها، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق التهدئة في قطاع غزة، مع مواصلة الجهود من أجل لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع. قال المتحدث باسم الخارجية إن مصر لم ولن تدخر جهدا من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وإن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات، مشيرا إلى وجود تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش، بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية مختلفة، فضلا عن البطء في إجراءات التفتيش والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر. قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة إن تبني قرار بشأن الحرب في قطاع غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يؤدي إلى هدنة ووقف العنف، مضيفا أن هذا مهم بشكل خاص في ضوء المعلومات الواردة حول بدء العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة. قالت عضو مجلس النواب الأمريكي كوري بوش إن إسرائيل قطعت الإنترنت والاتصالات لإخفاء ما تقوم به في قطاع غزة، مشددة على ضرورة عدم تجاهل هذا العنف الدائر، وخاصة مع انقطاع التيار الكهربائي، مطالبة بوقف إطلاق نار فوري. قالت المتحدثة باسم جمعيات الهلال والصليب الأحمر إن عملية الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة باتت معقدة للغاية بسبب انقطاع الاتصالات، مضيفة أنه منذ أن فقد التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني تعقد التواصل والعمل على الأرض وأعاق تواصل المواطنين مع الإسعاف لنقل الجرحى. تتواصل المظاهرات وردود الفعل الغاضبة حول العالم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ففي لندن خرجت مظاهرة حاشدة رفضا وتنديدا بالعدوان الذي يشنه الاحتلال على غزة، وتوجهت المسيرة باتجاه مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت. كذلك خرج الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس رفضا لاستمرار الحرب، وحاول المتظاهرون التقدم في مسيرتهم لعدة شوارع أخرى مرددين شعارات بوقف إطلاق النار. كما تظاهر آلاف الأمريكيين داخل المحطة المركزية الكبرى في نيويورك للمطالبة بوقف العدوان على غزة، وقام المتظاهرون بإغلاق محطة جراند سنترال.